مرحبا بالجميع وأهلا بكم في قناتي. كما تعلمون جميعا، بعد تحديث iOS سيواجه العديد من الأشخاص مشاكل تتعلق بفقدان البيانات، ويكون اختفاء المذكرات هو الأكثر إزعاجا، لأننا جميعا نكتب بعض الأشياء المهمة عليها. إذا فقدت ملاحظاتك بعد تحديث iOS 16 فلا تقلق، سيقدم هذا الفيديو 3 طرق لمساعدتك في استرجاع ملاحظاتك. لنلقي نظرة معا. الطريقة الأولى، أعد تشغيل الآيفون. قد يكون بسبب بعض المشاكل التقنية أو المزامنة التي تتسبب في اختفاء الملاحظات، ما عليك سوى إعادة تشغيل الجهاز. وإذا كنت محظوظا فسيتم حل الملاحظات المختفية بعد إعادة تشغيل الهاتف. إذا كنت لا تزال غير قادر على استعادة الملاحظات بعد إعادة تشغيل جهازك، فحاول استخدام أداة استرجاع البيانات iMyPhoneDBack، والتي يمكنها فحص جهاز iOS الخاص بك لاسترجاع الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والملاحظات والرسائل وغيرها من البيانات بدون الكثير من الوقت، ومتوافق مع أحدث طرازات الآيفون. يرجى تنزيل DBack وتثبيته قبل البدء. تم وضع رابط التنزيل أدناه، قم بتنزيله وانضم إليه. قم بتشغيله على جهاز الكمبيوتر وحدد خيار استرجاع من جهاز iOS. بعد ذلك قم بتوصيل آيفون بالكمبيوتر باستخدام كيبل USB. بمجرد الاتصال حدد الملاحظات وانقر على زر مسح للمتابعة. بعد انتهاء المسح يمكنك معاينة نتائج الملاحظات الممسوحة ضوئياً واختيار استعادة الملاحظات المختفية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. الآن يمكنك أن ترى أن جميع الملاحظات المفقودة سابقاً قد تم استردادها بنجاح. إذا قمت بنسخ بياناتك احتياطياً على iTunes، فيمكنك استعادة ملاحظاتك من ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على الملاحظات. ولكن يرجى الانتباه أن الاستعادة من نسخة iTunes الاحتياطية، يمكن فقط استعادة نسخة iTunes الاحتياطية بالكامل إلى iPhone، ولا يمكنك اختيار استعادة النسخة الاحتياطية فقط من الملاحظات، مما قد يتسبب في الكتابة فوق البيانات الحالية الموجودة على آيفون الخاص بك. قم بتوصيل جهاز آيفون بجهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز ماك. افتح آيتونز وانقر فوق استعادة النسخ الاحتياطي. سيبدأ في استعادة جهاز آيفون الخاص بك، وانتظر انتهاء العملية، لكن هذا يعيد الجهاز بالكامل. إذا كنت ترغب في استرداد الملاحظات بشكل انتقائي من آيتونز أو آي كلاود، فيمكنك الحصول على مساعدة أداة استرداد بيانات iOS وهو DBack، التي توفر طريقة لاستعادة أي محتوى محدد من نسخة iTunes أو iCloud الاحتياطية، ويمكنك قراءة البيانات قبل الاسترداد. اتبع هذه الخطوات لاستعادة الملاحظات التي اختفت بعد تحديث iOS 16 بشكل انتقائي. هذه المرة سأختار الاسترداد من بيانات iTunes، وسيتم إدراج جميع النسخ الاحتياطية التي قمت بحفظها على iTunes. وهنا سنقوم أيضاً بتحديد الملاحظات ثم مسحها ضوئياً. سيتم العثور على الملاحظات لاحقاً من النسخة الاحتياطية، ويمكنك معاينتها أو استعادتها إلى جهاز الكمبيوتر. حسناً، بعد اتباع هذه الخطوات ستتمكن بالتأكيد من استرداد الملاحظات المفقودة أو المحذوفة. DBack هي أداة موثوقة للغاية وسهلة الاستخدام، تساعدك على استرداد المحتوى المفقود من جهازك دون الكثير من المتاعب. ليس فقط الملاحظات، بل يمكنك استخدامه أيضاً لاستعادة أنواع مختلفة من ملفات البيانات من أجهزة iOS دون أي متاعب. هذا كل ما يخص هذا الفيديو. إذا كان هذا الفيديو مفيداً لك، فلا تنسى أن تعطينا إعجاباً والاشتراك، واترك تعليقك. مع السلامة.